الممثلة جوينيت بالترو يا جماعة اللي فازت بالأوسكار قبل فترة طويلة، البنت كذا ما أدري وش جاها صراحة، بس نشرت صورة على الإنستغرام تقريبا وعلى تويتر، المهم على موقع التواصل الاجتماعي لجائزة الأوسكار تبعها اللي فازت فيها، بس ما هي حطتها على رف ولا هي حطتها في غرفة النوم ولا هي حطتها حتى في مدخل البيت، لا حطتها كتكاية تتكي الباب فيها حق البيت علشان الباب ما ينقفل. وات؟ لا وكمان تقول والله يا جماعة جائزة الأوسكار في تثبيت باب العمارة مدري باب البيت رائعة جدا، في فعالية عجيبة، يعني انصحكم تستخدموا جوائز الاوسكار تبعكم في تثبيت الابواب. بتتي انت صاحي انت؟ اي بكيفها جائزتها وهي حرة فيها. فيلم سو الجديد يا جماعة نزل قبل اسبوعين في صالات السينما، ولكم ان تتخيلوا ان الفيلم من كثر ما هو مرة دموي وعنيف وفي مشاهد مبالغ في العنف اللي فيها، بعض صالات السينما لما تيجي تدخل الفيلم يعطوك كيس فاضي، تفضل ايش فيه؟ خذ الكيس معاك، اسمع الكلام، خذ ياب عليك نور، لانه الناس ممكن تستفرغ هم يتابعوا الفيلم. لهذه الدرجه فيلم سو الجديد مره عنيف ودموي وفي مشاهد قد لا يحتملها الانسان الطبيعي. اكيد قلت لكم دي المعلومه 20,000 مره، انا ما تعجبني الافلام دي، ماني عارف ايش الممتع في انك تشوف دمويه وتقطيع ما أعرف صراحة، مع إنه لي واحد من أصحابي يعشق سلسلة سو هذه تابعها 20,000 مرة، وترى أنا مش جالس أحكم، لا والله مش جالس أحكم عليك ولا شيء، تابع اللي يعجبك يعني، بس مجرد قاعد أشاركك وجهة نظري تجاه الموضوع لا أكثر. عموما يا جماعة الفيلم له أسبوعين في صالات السينما فقط، وتخيلوا إنه ميزانيته بس 13 مليون دولار، وقدر يجيب مو بس فلوس، قدر يجيب آراء وتقييمات جدا ممتازة، تقييمه على IMDb إلى وقت تصوير هذا الفيديو هو 7/10. قدر يجمع أكثر من 60 مليون دولار، فاكرين القاعدة القديمة؟ اخسر قليل جيب كثير، هو ده سو قاعد يطبقها الآن. وشهر واحد يا جماعة يفصلنا عن واحد من أهم أفلام السنة، فيلم نابليون للنجم الأوسكاري الكبير والمحبوب والقدير جدا واكين فينيكس، واللي راح يحكي القصة التاريخية والحقيقية لنابليون، شخصية مهمة جدا كان لها أثر كبير في الثورة الفرنسية. شرير مش شرير، طيب مش طيب، هذا مش موضوعنا، احنا بنشوف الفيلم ونعرف القصة والتفاصيل هناك أكثر. عموما الفيلم بينزل قريب، والأهم والأجمل من هذا كله غير انه الفيلم من بطولة واكين فينيكس، الفيلم من اخراج ريدلي سكوت، يعني حرفيا حتشوف ثنائي اوف. انا اقول لك من الحين الفيلم باذن الله بيكون حاجة مرة اسطورية باذن الله. ومدة الفيلم كم؟ 2.5 ساعة. هي زبط امورك، الفيلم بينزل قريب. جيدا سميث اللي هي زوجة ويل سميث تقول انه قبل 6 سنوات من الصفعة اللي اكلها زوجها على وجهه في حفل الاوسكار الماضي، قبل 6 سنوات من هذيك الحادثة كانت منفصلة اصلا عن ويل سميث، يعني العلاقة بينهم كانت متوترة، ما حد عارف ايش فايدة ام الخبر، حتى انا مش عارف فايدة ام الخبر التعبان ذا اللي قاعد يشاركه معاكم. المهم ما علينا من ذا الكلام، تقول انه زوجها، تقول انا جالسة في حفل الاوسكار، ويل سميث زوجها قام وراح كذا جري عند كريس روك وما حطوا كف ورجع جلس، تقول انا جلست كذا متسمرة في مكان يمكن 25 ثانية، قاعد اقول اكيد ذا مقلب يا عمي، حركات الاوسكارين بيسووا شو، مو معقول انه زوجي راح اعطاه كف لانه قال نكتة، احب اقول لك لا حقيقي وكلنا انصدمنا وقتها فعلا. يا عمي في ناس الى يومك هذا يقولوا يا ابو يا مقلب، يا جماعة مقلب انتم باقي مصدقين الهبالات هذه، ايا كان ما حد مهتم، ماني عارف ليش قررت تفتح الموضوع كذا بعد فترة طويلة، زحف فلة دور السواليف. وتم إطلاق أول عرض قصير، مش عرض حتى، لقطة كذا من مسلسل الأنيميشن للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مسلسل أنيميشن موجه لفئة 12 سنة وانت نازل، وتم تبنيه بواسطة شركة سوني. المسلسل إلى الآن ما في موعد عرض تقريبي له، ولكن غالبا في 2023 أو في بداية 2024، ويفترض أنه المسلسل راح يكون ملهم للأطفال أكثر من مجرد حاجة ترفيهية. يستاهل القوت؟ يستاهل لما يستاهل؟ يستاهل، هو بس لو جاء عندنا كان انبسط. مسلسل جين في يا جماعة نزل الأسبوع الماضي 4 حلقات منه أو 3 حلقات، والأسبوع هذا نزلت الحلقة الرابعة منه. للأمانة يعني نتكلم بشكل موضوعي، المسلسل كقصة كان فيه فكرة كويسة، كان فيه أمل إنه يكون مسلسل واعد، ولكن للأسف المسلسل مليان أشياء مقرفة disgusting. يا عمي أقول لك حاجة، لو شلت الأشياء المقرفة هذه واستبدلتها بسيناريو أنا كتبته بطريقتي ومخيلتي المتواضعة راح نطلع بنفس النتيجة، بس ماني عارف ليش اختاروا أم القرف وقلة الحياة هذه. وبالحديث عن مسلسل جين في واللي هو مشتق من عالم ذا بويز في حالك ناسي، الكتاب أحب أقول لك المسلسل ما نزلت منه الأربع حلقات، والكتاب أوريدي بدأوا في كتابة سيناريو الموسم الثاني، مع العلم إنه لسه ما تم الإعلان عن الموسم الثاني أصلا، بس خلاص كذا صارت واضحة تقريبا. المسلسل غالبا راح يتم تجديده لموسم ثاني.
تنصحني اشوفه يا وجيه ولا لا؟ الحقيقه ما اعرف ايش اقول لك، ما راح اقول لك تابعه ولا راح اقول لك لا تتابعه، بس والله المسلسل فيه سبهله لو في قله حياه، ما ادري ايش مبررات. اقول لك حاجه، اسحب عليه يا رجال، خليك على ذا بويز بس. ولمحبي مسلسل السيت كوم الشهير ساينفيلد، احب اقول لكم يا جماعه انه كاتب المسلسل ونجم المسلسل جيري ساينفيلد يقول انه ربما راح يكون فيه موسم اضافي لمسلسل ساينفيلد بعد كل السنوات الطويله هذه. متى وين؟ الله أعلم. ولكن قال إنه راح يحدث شيء له علاقة بنهاية المسلسل في هذا الموسم الجديد، موسم 10 قادم ربما، لسه مش أكيد 100%، ولكن وعلى حسب ما قال جيري ساينفيلد إنه الموضوع قيد التطوير. حلو، ليش لا؟ المسلسل من ذيك الأيام جاب مليارات ومليارات الدولارات يا عمي، ثروة جيري ساينفيلد من وراء هذا المسلسل قربت من وصلت مليار دولار، فمو غلط يسووا موسم إضافي ويجيبوا لهم كم مليون. ليش لا؟ فيلم أكوامان الجزء الثاني واللي مقرر عرضه في شهر ديسمبر القادم بمشيئة الله، يشاع ان ميزانية الفيلم وصلت الى 205 مليون دولار، رقم ضخم جدا وحركة جريئة جدا من دي سي في ظل كل الظروف السيئة اللي قاعدين يمروا فيها. ولكن أكوامان الجزء الثاني يا جماعة قد يكون احد اهم اعمال دي سي القادمة. انا عارف يا وجين انت دائما تقول اهم اعمال دي سي القادمة، اخر شيء نشوف خربوطة. باذن الله انه فيلم أكوامان، تمسكوا بشوية امل، خلوكم متفائلين. انا دائما اجيب العيد صح في توقعاتي، بس على الاقل انا دائما انظر الى الجانب الممتلئ من الكاس، ما اجلس اتحلطم. اتمنى انه فعلا دي سي تبهرنا وتعوضنا عن الفوضى والسبهله اللي صارت زمان. وعلى الطاري يا جماعه، تقول بعض الشائعات انه اثناء تصوير فيلم أكوامان الجزء الثاني جيسون مومو راح الى موقع التصوير هو شربان سكران معبي الطاسة فل، كان لابس لبس قريب إلى لبس جوني ديب وقت ما كانت إمبر هيرد في مشكلتها مع جوني ديب في المحاكم، وجلس يطقطق عليها ويهددها بالطرد. سكران مو مزبوط، بس واضح إنه كان إيش في صف جوني ديب وجلس يتفلت عليها. ولكن إيلون ماسك، ما حد داري إيش دخل إيلون ماسك في الموضوع، لا إيلون ماسك إمبر هيرد كانت تخون جوني ديب زوجها مع إيلون ماسك وغيره الكثير، فإيلون ماسك راح لجيسون موما وقال له هاي احترم نفسك، سيب البنت في حالها لا اسوي لك مشكله. رهيب رهيب جيسون موم، وما خلاه في خاطره اهم شيء، واضح انه ما كان عنده الجرأه يقوله هو صاحي، فراح سكران وكب العشاء ورجع. طيب يا جماعه، احنا قلنا انه الاضراب انتهى، وهذا اللي كان واضح جدا وبنسبه 99%، الاضراب انتهى، اضراب الكتاب والممثلين خلاص. ولكن للاسف الاضراب لم ينتهي يا جماعه، وكل الكلام الايجابي اللي سمعناه في الفتره الماضيه راح في مهب الريح. النقابه قدمت مطالبها لشركات الانتاج، النقابه اللي هم فيها منها ممثلين وكتاب وما إلى ذلك، قدموا مطالبهم وجاهم رد إيجابي. إيش هو الرد الإيجابي أنا ماني عارف، بس بعدين قال لك لا كنسل يا مدير، ما في، ما احنا موافقين على مطالبكم يا مدير. يا هو تكفون، الناس بدأت تحتفل، لا 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 ما احنا موافقين، روحوا كملوا الاضراب خذوا راحتكم. ببساطة يا جماعة، الكتاب والممثلين قالوا نبغى نضمن حقوقنا من ان يسرقها الذكاء الصناعي او ان يتم ظلمنا ويعني ونهب حقوقنا بالاستعانة بالذكاء الصناعي، فنبغى نضمن حقوقنا ونبغى كمان فلوس، شوية فلوس من الافلام والمسلسلات اللي تعرض في منصات الستريمينج او منصات البث زي نتفليكس وديزني بلس وما الى ذلك. مطالب بسيطة جدا، ومع ذلك شركات الانتاج قالت لا والله ما تاخذوها، شوفوا راجعوا شروطكم ورجعوا لنا بعدين. انا حرفيا مخي بيتلحس. النقابه قبل اسبوعين نشرت خطاب مره متفائل وانه باذن الله الامور بخير وراح يتم التوصل الى قرار جيد، فجاه كل الكلام ده طلع كلام فاضي. ليش؟ والله مش عارف، فننتظر ونشوف. واضح انه الاضراب مطول يا جماعه. مارفل يا جماعه بداوا يغيروا توجههم في عالم المسلسلات الى شيء افضل باذن الله، وقالوا انهم راح يبذلون جهد اكبر في صناعه المسلسلات من الفتره القادمه، وبدل ما يركزون على المسلسلات القصيره او اللي مواسمها جدا قليله، راح يركزون على صناعه المسلسلات ذات المواسم المتعدده، منها ينعشون منصه ديزني بلس، ومنها يرضون الجمهور الزعلان من مسلسل شي هولك التعبان، بل انهم راح يوظفون مدراء جدد ويعيدوا تخطيط الأمور بشكل جدا ممتاز في الأقسام المعنية بصناعة المسلسلات. كويس، واضح أنه صوت الجمهور يا جماعة وصل لمارفل، قلنا لكم صوت الجمهور يصل، بس هو إيش يعتمد على استجابة الاستديوهات. فيا لما نشوف يا مارفل. في تصريح غريب جدا للممثل مايكل فاسباندر، أنا شخصيا واجهت صعوبة في فهم هذا التصريح وجلست أقرأ تعليقات البشر، برضو الناس مش فاهمين إيش قصة أم التصريح الغريب هذا. يقول مايكل فاسباندر إنه طول تصوير فيلم ذا كيلر ما غمض عينه. أحا كيف ما غمض عينه؟ ما رمش، يقول ما رمشت، يقول رمش كذا ما رمشت. الناس مش فاهمة، هو قصدهم انه يمكن ما كان ينام، يعني ايش ظل مواصل
عشان يتقمص الدور، ولا فعلا ما كان يرمش طول وقت الفيلم، ولا وقت تصوير المشاهد بس ما كان يرمش، لانه مستحيل ما حد يرمش في مستحيل مستحيل، حتى لو تثبت عيونك بمشابك حتضطر تنقط عليها مويه ولا تشوف لها صرفه ترطبها. ما ادري، تصريح مره غريب ومثير لاثار الجدل وخلص في السوشيال ميديا. يمين بلا دخلت على التعليقات، الناس كلها يقولوا يعني ما ينام، يمكن قصدهم وقت تصوير بعض المشاهد ما كان يرمش لانه مطلوب منه زي كذا، ما حد عارف. تصريح غريب صراحه وما ادري سالفه اهله. ولكن تدري ايش الحلو؟ اننا بنروح نشوف الفيلم قريب ونشوف ايش سالفه ام الرمشه دي، ومن جد ما كان يرمش طول الفيلم ولا في مشاهد ما حد داري، ما حد بنشوف ننتظر ونشوف يا جماعه. مي طاير الدنيا، الفيلم بينزل في شهر نوفمبر الجاي ان شاء الله. ركز معايا عزيزي الوجيه وخذ لك سكرين شوت للبوسترات اللي بحطها لك هذه. فيلم ذا ايكولايزر الجزء الجديد، فيلم ميشن امبوسيبل، وفيلم توتالي كيلر، وفيلم ذا نان الجزء الثاني. كل الافلام هذه نزلت بجوده عاليه وتقدر الان تتابعها من اي مكان وفي اي زمان وبالجوده اللي تناسبك، لا تشغل بالك. فيب مشاهده ممتعه. فيلم اوبنهايمر يا جماعه بنشر رسميا، خلاص بنشر انتهى، مش انتهى يعني انه خلاص فشل، لا يعني انتهى، خرج من شباك التذاكر من التوب 10 وتوقفت ايراداته عند 933 مليون دولار، فحلم المليار اصبح من المستحيل. ولكن تدري وش الحلو؟ الفيلم راح ينزل بجوده عاليه الشهر هذا ولا الشهر الجاي، ونشوف اوبنهايمر للمره الرابعه، ليش لا؟ فيلم اوبنهايمر اعظم فيلم نزل في هذه السنه لا محاله، فيلم متكامل من جميع النواحي، فيلم انتاجيا، فنيا، اداء، كل شيء كذا تشوف الفيلم، فيلم بيرفكت 10 على 10. والموسيقى اخ يا الموسيقى، حطها نغمة جوالي، Can you hear the music؟ ورسمين يا جماعة مسلسل دير ديفل القادم على منصة ديزني بلس راح يتكون من جزئين اللي الآن تم الكشف عنها أو تم تحديدها أنه المسلسل راح يتكون من جزئين، ويفترض أنه المسلسل بمشيئة الله راح يتم عرضه في سنة 2024. متى في 2024؟ ما حدش عارف، بس الأكيد أننا ما راح نشوفه في 2023 نهائيا. ومسلسل لوكي يا جماعة الموسم الثاني وصل الأسبوع الماضي ونزلت منه الحلقة الأولى والحلقة الثانية، بتنزل وقت تصوير هذا الفيديو غالبا. صدقوني يا جماعه مسلسل لوكي ما قلت عنه افضل مسلسل في مسلسلات مارفل عبث، مسلسل جدا رهيب وقادر على انه ينافس مش مسلسلات كمان افلام. انصحكم وبشده اذا انتم من متابعين اعمال مارفل مسلسل لوكي لازم تتابعوه. في مسلسلات ممكن تشوف لها ملخصات، تشوف ايش قصتها ايش زبدتها وتمشي، بس لوكي واحد من المسلسلات العظيمه جدا واللي لازم تتابعه من الالف الى الياء. ولو تحب تتابع معنا حلقات مسلسل لوكي اسبوعيا، ترى نتجمع في الديسكورد بشكل اسبوعي نتابع الحلقات الجديده له في فعاليه مع المتابعين، نتفرج ونسولف ونحلل الحلقات وناخذ ونعطي. رابط الديسكورد موجود في صندوق الوصف. احد المعجبين بسلسله روايات الكاتب الكبير جورج ار مارتن لعله تحمس حبتين. الولد طفش يقول يا جماعه انا ماني قادر انتظر، ابغى اعرف نهايه القصه حق جورج ار مارتن، ماني عارف صراحه هي جيم اوف ثرونز ولا ماني خبير في الروايات، ولكن واحده من روايات جورج آر مارتن. فقال بس يا ابويا انا بروح اطلب من شات جي بي تي انه يكتب نهايه لهذه القصه وانشرها على الانترنت، منا طلع لي كم قرش ومنا اشوف ايش ممكن تطلع معانا، ايش حبكه بواسطه الذكاء الصناعي. ولعل جورج آر مارتن يستلهم من هذه القصه ويكتب بدل ما هو جالس حاط رجع على رجل. وبالفعل الادمي راح كتب لشات جي بي تي اكتب لي نهايه لهذه القصه، وكتب شات جي بي تي واخذها وراح نشرها في الانترنت. ولكن جورج آر مارتن لما سمع عن الخبر قال لا ألف ولا والله ما تسوونها فيني، لن يكتب نهاية قصتي إلا أنا. راح ورفع قضية على هذا الشخص وعلى مجموعة أشخاص ثانيين، واضح أنه عنده مشاكل كثيرة. الولد هذا اللي استعان بشات جي بي تي علشان يكتب نهاية للقصة قمت أم العافية وراح حذف كل الأشياء اللي نشرها في الإنترنت، لأنه ما يبي يدخل محاكم وقضايا ويتهجول مع الدب هذا. صح أنا فاضي محاكم ودنيا يا أبويا، ما خلاص هذا ما حد يمزح معاه، خلاص كنزل ننتظرك إن شاء الله تخلص الرواية تبعك بعد 100 سنة. إيش الدرس المستفاد عزيزي الوجيه؟ لا تمزح مع جورج آر مارتن بالذات في رواياته، أوكي؟ ذكرت بعض المصادر يا جماعة إنه جيمس غان لن يستعين بأي من ممثلين فرقة العدالة القدماء أبداً، وراح تنتهي أدوارهم كاملة. ما عادش فيه سوبرمان اللي نعرفه زمان، ما عادش فيه باتمان بن أفليك، ما عادش فيه ذا فلاش، كل فرقة العدالة القدماء راح يتم رميهم واستبدالهم بممثلين جدد، وأصلاً فيه ممثلين أوريدي تم استبدالهم خلاص. ممكن 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 فقط الممثل جيسون مومو يرجع إلى عالم دي سي، بس ما راح يكون أكوامان، لا دور الله أعلم إيش هو. فننتظر النتائج ونشوف، قرار جريء منك يا جيمس جان، أتمنى أنك إيش
ما اجيب ام العيد. بالله تخيل، تخيل معايا يا عزيزي الوجيه، فيلم مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو كيلرز اوف ذا فلاور مون باقي له اقل من 10 ايام ونشوفه في صالات السينما. يب تخيل اصدمك. طيب الفيلم الى تاريخ هذا الفيديو اخذ تقييم 9 من 10، وعدد المطبلين له اكثر بكثير من عدد الاشخاص اللي ما عجبهم. بس خليني اذكرك بحاجه قبل ما تتحمس للفيلم وتحجز تذاكره من بدري وتصير لنا زحمه، ترى مده الفيلم 3 ساعات ونص، يعني حتروح السينما وانت نايم كويس، ماكل كويس، شارب كويس، واذا انت عندنا في السعوديه ما في بريكات ما في استراحات، حتشوف الفيلم دعسه واحده ما تقدر تروح على الحمام الله يكرمك. فروح للفيلم وانت مستعد. ولمحبي فيلم الاثاره والاكشن الرهيب اللي انا واحد من الشبيحه له، فيلم هيت اللي نزل سنه 1995، يقول المخرج مايكل مان انه شغال على الجزء الثاني مع شبكة نتفليكس لهذا الفيلم. الفيلم نزل سنة 1995 وراح نشوف له جزء ثاني بعد كم 30 سنة، عدد كبير صراحة من السنوات. ما ودي اتحمس صراحة، بس انا اثق في مايكل مان، يعني مخرج كبير، واتمنى انه يضبط المظابيط ويرتب الامور. وختاما يا جماعة، اقل من 25 يوم ويعود الينا انمي اتاك اون تايتن، الانمي الرهيب والرائع والذي اسر قلوب الملايين حول العالم، اقل من 25 يوم. ولو انت مهتم تعيد متابعة الانمي هذا معانا، ترى اوريدي وصلنا الموسم الثاني في تويتش، تقريبا بشكل شبه يومي نتابع مجموعة حلقات منه علشان ننعش ذاكرتنا ونكون مستعدين لمتابعة الجزء الجديد بمشيئة الله، او الحلقة الاخيرة بمشيئة الله بعد 25 يوم. برضو رابط حساباتي راح تلاقيها موجودة في صندوق الوصف. فهل يا ترى راح تكون النهاية عظيمة، وإلا تكون النهاية مش كويسة مثل ما وصفها الكثير من الجمهور؟ لا تستعجل، ننتظر ونحكم بأنفسنا بإذن الله. فاربطوا الأحزمة أعزائي الوجهاء وكرسوا قلوبكم، اقتربت النهاية. واعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. هبلوا لايك واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات، وتعال تابعني المواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كل حساباتي موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.